واش ناخد ليكرون طوطال فيزيائي ولا ناخد ايكرون طوطال كيميائي؟ كيفاش نختار ليكرون طوطال ديالي؟ واش اصلا ضروري ندير هاد ليكرون طوطال؟ سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم غتبعوا معايا هاد لا فيديو. هاد لا فيديو البنات اللي كله استفاده، اللي غادي تستفدي معايا فيه بزاف بزاف، سورتو دابا الحال بدا كيسخن. البنات الاكثريه ديال البنات كي عاد كيفكروا انهم يشريوا لي زيكرون طوطال، واخا هاد القضيه اللي غادي نشرحها لكم حتى في هاد لا فيديو. هاد لا فيديو اللي غيكون كله يعني نصائح واستفاده اللي غتستافدوا معايا فيه. ولكن قبل ما نبداو لا فيديو اولا ندوزوا للموضوع ديال لا فيديو، غادي نقول للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم في القناه، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه بطبيعه الحال الا عجبتكم القناه، وتفعلوا جرس لكم اي اشعار ديال لي فيديو ديالي. وبالنسبه للناس اللي كيتبعوني اللي كيشجعوني اللي كيدعموني، شكرا على الدعم ديالكم، الله يكبر بكم اخوتي. وما تنساوش انتم تخليو لي تعليق زوين وتشاركوا معايا الراي ديالكم في هذا الموضوع هذا. المهم على بركه الله ندوزو الموضوع ديالنا. هاد لا فيديو البنات غادي نهضروا على لي زيكرون طوطال او الواقيه الشمسيه. كيفاش نعرفوا نختاروا الواقي الشمسي اللي غيصلح ليا البشره ديالي؟ شنو هو النوع ديال ليكرون اللي خصني نشري؟ لان المهم كاين بزاف تساؤلات اللي كيدوروا يعني في راسكم دابا معايا. هاد الاسئله كلهم غادي نجاوبوا عليها، وبطبيعه الحال الا كاينين حتى شي اسئله وحدين اخرين خليهم لي تحت في التعاليق، ندير لكم عليها فيديو واحد اخر. المهم غادي نشرح لكم واحد القضيه. اول حاجه الواقي الشمسي بعدا شنو هو؟ الواقي الشمسي هو واحد يعني واحد ليكرون اللي كيحميني من الاشعه الفوق البنفسجيه، باش كنحمي البشره ديالي انها ما كتعرضش يعني الله يستر الله يحفظ لسرطان الجلد، ما كتعرضش انها للتجاعيد، ما كتعرضش ان الصبغيات ديال الجلد وزيد 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 وزيد. يعني هذا موضوع حتى هو الا بغينا نمشيو فيه راه خاصو فيديو خاص ديالو. هذاك الشيء علاش البنات غنصحح لكم واحد المعلومه، ان ما يمكنش ان ليكرون طوطال نستعملو غير في الصيف، هذه حيديها من بالك، لان ليكرون كيتستعمل على طول السنه. علاش؟ واش الشمس كتكون غير في الصيف؟ حنا كنمشيو بالنا مع ليكرون في الصيف كنقولوا حيت الصيف كتكون فيه الحراره مجهده. لا، راه نقول لكم واحد الحاجه، شتي الاشعه ديال التلفازه راه حتى هي اشعه. الصهد ديال الفران بالنسبه للمراه الله يستر العوال، انا نهضر معكم دابا يعني بواحد البساطه، شتي داك الصهد ديال الفران حتى هو خاصك تكوني دايره عليه ليكرون طوطال. شتي التليفون الاشعه يعني الزرقاء اللي كتسمى الاشعه الزرقاء حتى هي راه خاصك تكوني دايره واحد ليكرون طوطال، لان البشره ديالنا اولا يعني البشره ديالنا كتعرض لبزاف ديال الحوايج الا ما كانتش فيها واحد لاكوش اللي كتحميها. هذا هو علاش كنحنا كنحتاجو ليكرون طوطال. اذا حنا علاش بزاف الناس كيقولك ليكرون طوطال كيمشي الدين ديالهم كيرتبط اوتوماتيكمون بالصيف؟ لان كتكون واحد الدرجه كاينين اللي كتشري ليكرون كتبغي تستعملو غير الصيف، ولكن راه اختي خطأ هذه الفكره. ليكرون كيدار في الصيف، شتا، خريف، ربيع، كيدار على طول السنه، يعني ما كاينش المشكل. المهم ما عليناش. بالنسبه للانواع ديال الواقيه الشمسيه كاين كيتفرقوا لجوج، كاين الواقيه الشمسيه اللي هي فيزيائيه والواقيه الشمسيه اللي هي كيميائيه. شنو الفرق بيناتهم؟ غندير لكم على فيديو واحد اخر، ولكن هذا ماشي الموضوع ديالنا اليوم. بغينا نهضروا على كيفاش غنختاروا واحد ليكرون طوطال اللي يكون مناسب للبشره ديالي. انا غنقول لكم واحد المعلومه اولا واحد النصيحه، اصلا كل وحده عندها النوع ديال البشره ديالها. بعدا كيفاش غتعرفي النوع ديال البشره ديالك باش تعرفي تختاري ليكرون طوطال ديالك؟ غتمشي للطبيب اولا لافارماسي. هما لافارماسي اللي كتكون فيه واحد بحال الطبيبه اللي كتكون مختصه في مسائل ديال التجميل وداكشي، غادي تقول لك شنو هو النوعيه ديال البشره ديالك، باش انت بعدا تعرفي النوعيه ديال البشره ديالك، باش ملي تمشي تشري ليكرون كتعرفي شنو كتشري. بالنسبه لديك القضيه ديال شنو ننصحك انا بليكرون طوطال اللي تشري، لا اختي انت اللي كتحددي شنو هو ليكرون طوطال اللي غيصلح لك، ما غيعرف حتى شي حد احسن منك انتيا، لان انت ملي تكوني ديجا عارفه نوعيه البشره ديالك فانت غديري الحاجه اللي ما غتضركش. غندير واحد ليكرون اللي غنكون انا مرتاحه فيه، ما كنحسش انه كيخنقني، كيخنق لي الجلد ديالي. لا لي زيكرون اللي كنديرهم في الحمنه في البحر وداكشي، ولا لي يعني واحد ليكرون نحس بداك الواقع انه شي حاجه كنديرها كروتين يومي ديالي، يعني كتدخل في الروتين اليومي، سمحوا لي كتدخل في الروتين اليومي ديالي، يعني ما كنحسش بشي حاجه كتخنقني، شي حاجه فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. اذا انت اللي كتختاري ليكرون طوطال ديالك كيفاش خصو يكون، ملي كتعرفي النوعيه ديال البشره ديالك كيفاش دايره. انا بالنسبه لي اخوتي كنستعمل هذا ليكرون طوطال ديزار، ها هو هذا ليكرون. هذا بزاف البنات غادي كنلقاهم انهم ماشي يعني لا بليبار، ولكن شفت شي وحدين كيهضروا كيقول لك لا ما صلح لياش، لا ليكرون ما زوينش، لا لا اختي على حساب انت كيفاش البشره ديالك
يقدر فغي ما يصلح ليكش. ولكن هاد ليكرون هذا لا هذا ولا غيره ما مصنوعش مثلا، يعني مصنوع لواحد النوع ديال البشر اللي غيصلح ليها، يعني يقدر بصح ديريه انت وما يصلحش لك. وهذه واحد النقطه اللي غادي نشرحها، ما تمشيش عند اختك ولا جارتك ولا صاحبتك ولا امك ولا وتشوفي داك ليكرون اللي كدير تقولي داك حيت جا معايا هي وما دار ليها والو والله الا وتحلالو البشره وزيد وزيد راه غيصلح ليا. لا، يقدر ديريه انت ويخرج لك على وجهك ويدير لك الحبوب ويدير لك ما يخلي ما يدير لك. علاش؟ لان ما صلحش لك النوع ديال البشره ديالك. اذا انت اللي كتحددي النوع ديال البشره ديالك. شنو هي اهم حاجه اللي خاصها تكون في ليكرون توتال اولا في الواقي الشمسي ديالي؟ انه خاصو يكون يكون فيه واحد النسبه ديال الاس بي اف. شنو هو الاس بي اف البنات؟ هو يعني كيحمي من الاشعه الفوق البنفسجيه اللي خاصو يحميني، يعني ما بين كيكون فيه هو شنو اللي مزيان ما بين 30 حتى 50. ولكن كاينين واقيات شمسية اخرى كتلقى فيهم بحال هكا 60 90. هادو ماشي زعما لا راه ما مزيانينش ولا راه فيهم كثر من الاخرين، لا بحال بحال. غير هذا مثلا كيكون تصنع في واحد البلاصه في واحد البلاد اللي فيها مثلا واحد درجه الحراره عاليه اللي مناسب ليها هذا. ولكن احنا بالنسبه لنا في المغرب راه مزيان، يعني 30 ما بين 30 و 50 مزيان، يعني مزيان. كما قلت لكم انا بالنسبه ليا هذا هو الواقي الشمسي ديالي، اللي بصراحه واش انتم كتشوفوا خصكم سليمه، كتشوفوني بالماكياج وكتشوفوني بلا ماكياج، واش انا عمركم تشوفوا لي الحبوب ولا؟ يعني شفت بزاف الناس اللي ما كيشكروش هذا ليكرون هذا، ولكن راه زوين. وواحد الحاجه اخرى، لي ليكرون كلهم زوينين، راه ما كاينش ليكرون خايب. اي باش تكونوا عارفين راه فين كاين المشكل، غير في البشره ديالك اختي. كيفاش انت دايره يمكن ما كيجيش معاك على حساب البشره ديالك انت، داكشي علاش ما كيجيش معاك. حاجه اخرى غادي نهضر عليها، دونك هضرت لكم على ليكرون توتال وكيفاش خصني ندير ليكرون توتال وكيفاش نختار ليكرون توتال. شنو باقي اخر؟ شنو باقي اخر؟ يعني تقريبا هضرنا على كل شيء. قلت لكم كنظن انني ما نسيت لكم حتى شي حاجه، ولكن واخا هكاك الا بغيتوا شي تساؤل ولا شي حاجه خليو لي الكومونتير ديالكم من تحت ونجاوبكم. المهم اهم حاجه اللي بغيت نفيدك بها، ما تعتمديش على شي وحده صاحبتك ولا جارتك شرت واحد ليكرون جا معاه تقولي نديرو غيجي معايا. لا اختي، ديري داكشي اللي كيناسب البشره ديالك، ومن الاحسن من الاحسن من الاحسن بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره حساسه خدي اختي ايكرون فيزيائي، هو اللي يليق لك احسن من انك تاخدي شي ايكرون اخر. بالنسبه للاشعه الفوق البنفسجيه، فبالنسبه لهذا كيحمي من الاشعه الفوق البنفسجيه الاي في بي والاي في ا، يعني بجوج، يعني بجوج البنات. كاينين واقيات شمسيه اللي حيت غيقولوا لي شي بنات، حنا كنشوفوا باللي كاينين واقيات شمسيه اللي هما فيزيائيه وكيميائيه في نفس الوقت، يعني واحد المزيج ما بيناتهم بجوج، حتى هما مزيانين يعني ماشي خايبين. راه قلت لكم راه كلشي لي زيكرون مزيانين، يعني ما كاينش شي ايكرون خايب، راه ما تصنع حتى راه مزيان، راه الا ما نفعك ما غيضرك. راه البنات اللي كينوض لهم الحبوب ولا شي حاجه، هذيك راه غير درتي شي حاجه اللي ما لاقتش لك، هي جات لك البشره ديالك ما لاقتش لك ليها. شوفوا غير ملي كنديروا شي حاجه اللي طبيعيه طبيعيه، غير شي ماسك ولا شي حاجه، واش ملي كديري شي حاجه اللي ما تصلحش للبشره مثلا الحساسه، واش ما كتهيش؟ كتهيج يعني، فما بالك ان شي حاجه اللي هي زعما مصنعه وداك الشيء. فلا البنات، عارفه غير كيفاش تختاري في اي حاجه، اي حاجه سواء في الوصفات سواء في لي برودوي سواء، يعني خدي الحاجه اللي تليق لك بالبشره ديالك وديري الحاجه اللي تليق لك بالبشره ديالك باش ما تضريش راسك وتكوني هكا حافظتي على البشره ديالك. بالنسبه ليكرون توتال، واش ضروري؟ ضروري اختي، شي ليكرون ضروري انك خصك تكوني ديري شي، واخا تكوني في الدار تنوضي الصباح قلت لكم خصو يكون داخل في الروتين اليومي ديالك، ضروري خاصو يكون ليكرون توتال في وجهك. راه قلت لكم الاشعه الزرقاء اللي هي التليفون، يعني هاد لي غايون، هاد لي غايون راه 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 صعاب على البشره ديالنا، يعني ضروري خاص تكون واحد لاكوش اللي كتحمي ليا البشره ديالي. داكشي علاش ليكرون مهم سواء في الصيف سواء في البرد، يعني ضروري خاصنا نديرو ليكرون ديالنا واخا نكونو في الدار، خاصنا نديرو ليكرون ديالنا، لان لي غايون حتى هما راهم اشعه، راه ماشي غير اشعه الشمس، راه لي غايون حتى هما راه اشعه. دونك هنا كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو. بالنسبه لا فيديو اللي غادي نشرح لكم فيه، لان بزاف البنات غيقدروا يسمعوا في هذا لا فيديو واقي شمسي فيزيائي واقي شمسي كيميائي، غيقولوا لي شنو هذا الشيء، حنا ما عارفينش هذا الشيء شنو هو. هذا الشيء غادي نهضر لكم عليه في لا فيديو الجاي. كنتمنى هذا لا فيديو تكونوا استفدتوا معايا فيه، تكون عطيتكم شي حوايج يعني افاده، يعني استمتعتوا معايا في نفس الوقت ونفعتكم يعني بنصائح في نفس الوقت.
اذا هنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، غنقول لكم مره اخرى بالنسبه للناس اللي يلا وصلوا للفيديو هنا يوم ما سمعوش بدايه الفيديو، غنقول لكم الى مازال ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تبخلوا عليا، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالاشتراك ديالكم. كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم بزاف، ما حالكم.